بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم إن شاء الله، يعني غبت شوية غيبة طويلة. وش نرجعوا اليوم؟ مش نعملوا فيديو يعني سهل، مكوناته سهلة وهو نوع من المقبلات. نبدأ على بركة الله مع بعضنا. أول حاجة عنا مكوناتنا الأولى، عنا شوف هذا كاس ماء، كاس ماء كاس عادي، باش نحطو على النار لين يغلي، نغطيه لين يغلي، ومن بعد كيف يغلي نرجع لكم نكملوا المكونات. الماء يغلي، حطينا كعبتين ياغورت، ياغورت فيها 100 غرام زد ياغورت طبيعي، يعني ياغورت طبيعي لا فيه نكهة لا فيه لون لا فيه سكر لا فيه حتى شيء، يعني حليب مجرد يولي ياغورت او زبادي، يعني ثم ناس تقول ياغورت ناس تقول زبادي ناتور ولا طبيعي ولا مسوس، يعني عديد الاسماء. ونحاولوا خلوه يغلي، نحلوه ونخلوه يغلي طيب شوي. لين يولي كريمي، نوسعوا بالنا معاه لين يتحل، يعني يتأكدوا من الغليان متاعو. نطفيو عليه النار، نحركو شوي، وحضرنا 250 غرام فرينة مغربلة، ونبداو نحطوها فوق ونحركو. نزيدوه طريف ملح، طريف ملح، ونخلطوا المكونات، نوسعوا بالنا نخلطوهم بالكداء. منجموش نخلطوهم بيدينا خاطر سخان. تو نحطو في بول كبيرة ونخلطو، نحاول نخلطو بيدي اللمو، هنا نفرغو. تو نخدمو العجينة على الفخامة، نسمعو نحاولو نفرغوها. ونجيب سكينة نحاول نقصوه من نفس الحجم. بعد ما حليتهم الكل خبزات،
يعني ما يستحقوش طيب برشا، على خاطر حطيناهم في الماء يغلي والياغورت طايب يعني كأنهم طايبين، مجرد نحمروهم يعني ونعملوا بيهم مقبلات، كل واحد يحب يعملهم حارين حلوين، كل واحد شنو يحب. كملت طيبتهم كما شفتوا، هذوما الكل طيبناهم. حضرنا شوية خضار يعني شوية خس وطماطم سيريز وفقوس، جبن قسطوري، وهنا عنا جبن مربعات باش ندهنوا بيه الخبزات، وشوية طن وهريسة. عندها درت لها جبن، عملت لها شوية طن وهريسة، حطيت السلاطة، نزيدها الفقوس، زيدها طمطومة، قطعة جبن تستوري، ونضيف لها الخبيزة الأخرى اللي فوق. هاني حضرت لكم الطبق، وقولوا لي شنو رايكم. عملت بالكوردون، عندي عواد كوردون نتاع زينة، وبينت المكونات. هذه عملتها الفقوس البرة، هذه طماطم البرة، هذه جبن البرة، يعني بينت كل نوع اللي عندي. هنا عملت فقوس وطماطم، هنا جبن، هنا حشيت جبن بالخس الداخل، وزينتهم بالطريقة هذه، يعني يكونوا سهلين حتى اللي باش يهز واحدة كاملة من غير ما يقلق نفسه. كما شفتوا هكاك يكونوا مكون. هكا شفتوهم تكون في الكوردون سهلة، هذه اللي بالجبن كيف كبجبن من فوق. وإن شاء الله الطريقة تعجبكم. للصغار في البحر في الصيف توا عشوية سهرية، قولوا لي جربوها وقولوا لي صحة وبالشفاء اللي باش يعملها، حتى اللي ما عملهاش صحة وبالشفاء. وسامحونا برا، هذا جبن البرا، يعني بينت كل نوع اللي عندي. هنا عملت فقوس وطماطم، هنا جبن، هنا حشيت جبن بالخس الداخل، وزينتهم بالطريقة هذه، يعني يكونوا سهلين حتى اللي باش يهز واحدة كاملة من غير ما يقلق نفسه. كما شفتوا هكاك يكونوا مكون.